تم ايقافهم في المدارس، وكما تشاهدون في المدارس، ونحن بعد 10 15 يوم المدارس راح تفتح بواحد 9، وسيتم نقل هذه الخيام الى الملعب، حيث الملعب ما مقدم ابدا، لا تواليتات لا خزانات مياه، حتى تراب تحت تراب، لا في زفت لا شيء. أنذرونا أنه بدكم تطلعوا من المدارس، والآن يا بدنا ننشلف بالشارع يا أما ما في سكن، والوضع المأساوي يعني أنه أكثر من هيك مأساوي ما ظل هذا.